السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله له الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، ومالك يوم الدين، الذي لا فوز إلا في طاعته، ولا نعيم إلا في قربه، ولا حياة إلا في رضاه، ولا عزا إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته، الذي إذا أطيع شكر، وإذا عصي تاب وغفر، والذي إذا دعي أجاب، وإذا عمل أثاب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت بها الأرض والسماوات، ولأجلها خلقت جميع المخلوقات. بلا إله إلا الله أنزل الله كتبه، وأرسل رسله، وشرع شرائعه. بلا إله إلا الله قسمت الخليقة إلى مؤمنين وكفار وأبرار وفجار. لأجل لا إله إلا الله نصبت الدواوين، وضعت الموازين، وقام سوق الجنة والنار. عن لا إله إلا الله وحقوقها يوم القيامة السؤال والحساب، وعليها يقع الثواب والعقاب. لا إله إلا الله هي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام، لأجلها نصبت القبلة وأسست الملة. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده، بلغ رسالة ربه وأدى أمانته ونصح أمته، وتركهم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أرسله الله رحمة للعالمين، وإماما للمتقين، وحجة على الخلائق أجمعين. بعثه ربه بالدين القويم والمنهج المستقيم، فرض الله على الناس محبته وطاعته وتعزيره وتوقيره، رفع الله ذكره وشرح صدره، وأعلى قدره ووضع وزره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. أما بعد، ها قد عدنا نحمد الله ونشكره أن تجددت علينا نعمة الإيمان والصحة، وأن وفقنا الله عز وجل أن جمعنا في بيت من بيوته في هذا المسجد المبارك، الذي ما كنا نشعر أو نظن أننا سنلتقي. أوزري ما هذا شيء قاعد في لنا في السنين يوم الهم بلك بالجامعة كان مرضي اليوم يوطد وقت الجمعة، الجمعة درس السيرة النبوية، العيب هذا ككل أمكان يا سبحان الله. أنا نقاكل دوكل أنا رحمة ربي وسع ربي فلسة، فلا شك أنه ما شيد الحاجة يكسهل، ولكن نرضى بقضاء الله وقدره أين يكسب ربي عبده. وهذا الفتن وهذا الابتلاءات والامتحانات قاعدين كاي شوية، لأن ذاك يقضي الزرق في فرنسا. لأن وزم غيبة. أعود عدد في لنا وضعين سوشيت على مكريس القاسين ريحة الموثة انتشرت وشاعت وذاعت بيننا. اختار بهم ونيق اختار يويث، ولا نشك أن المؤمنين نيغين تحب بهم الصالحين نيغين النوم نتناقى ثندين إذن نويس الخبر داش يخدم من الخير. لا شك أنه ربي بغى يسن الخير، يا هذا ربي سبحانه وكسباس من أجر الشهادة. وهذا الوباء حقيقة المؤمن المصاب به فصبر واحتسب،
ولم يسيء الأدب مع الله ولم يعترض على قضائه. يوثل الوباء إن كورونا ونعتقد اعتقادا جازما بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه الشاهد ربي سبحانه فهذا الذي يسلينا الحق، الذي يسلينا ويخفف عنا هذا تلك المصائب، بأن فقدنا أحبابا وكلكم فقدتم، أنه إن شاء الله يوثنا ربي أروين العالية. اختار الله عز وجل لهم خير، يعني خير دوني ثيقش الله نحسبهم وزرنا رغم تعيشنا رغم الفتنية المدقي من يدي تدون، عفني الله وإياكم منها. فها قد وفقنا الله، كتب لنا أن نعود إلى دروس سيرة حبيبنا وقدوتنا وشفيعنا يوم القيامة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن دروس السيرة المسلمون عموما بحاجة ماسة إليها. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ماشي ماذا سعر الوقت قراني غسل غي الشيخ الدهدر في اللاس. سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في أيامنا وفي وقتنا وفي بلدنا ضرورة فوق كل الضروريات. هي ضرورة أم هي ضرورة أم زعما ضرورة؟ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام هي دين الإسلام، هذا الدين الذي قبلناه واعترفنا به وأقررنا بأحقيته وخضعنا لأمره. دوين ذي الدين سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ذي الدين دوين ذي الدين ما دويت ينسح كتك في دين الإسلام. الناس تندشي الدين ربي ما تندشي الدين نبي ما تندشي يخدم نبي، دوين دين الإسلام. ولهذا من أراد أن يعرف بدين الإسلام تعريفا دقيقا شاملا عميقا صحيحا صوابا سدادا فليوحي للناس وليرشدهم إلى أن يدرسوا سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. من لا تبغيت السنتي ونبغاد يصدق في دين الإسلام الله ما زري أنا هذا كسين دي جيتنا والله عشان نقربك أي شوية أسي معلش تمزورة تنسعدي وبعد إن شاء الله نقعد الحوال. إيه لا نسمع جيدا والله مظلمة. ولا شيء من يسير ما يلان يرنو ها ما يلون يقسن كما ذرن ألا خطيما سألنا رأي لق إيه ما يلزر الشيخ سيرنو ما كيدر ما يلي لق الحاج ربع أي نعم إن شاء الله بلك أدنك سل مشكلة. أقول من أراد أن يعرف أن يعرف ويعرف دين الإسلام فليعد إلى منبعه، إلى منبعه العذب، إلى منهله الصافي، قرآن الله عز وجل كلامه وسيرة نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا هو دين الإسلام. ولهذا مرت كما كثم الزوف إلي تيموانيا جاية شهادات الداخلين للإسلام الجدد المعتنقين للإسلام إلي زوروبيين إلي زاميريكا سيما المتفق عليها والمجمع عليها بينهم دشوت أنهم درسوا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. أهديني 10 سنين كي قرر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أهديني 10 سنين كما تقليب غكاك القرآن أتفهم أغضيش إلا نسيس تشد لنا بعد سد القناعة عني أنه حقيقة ذوي ميذ الدين صحان ذوي ميذ الصح إدي اختار بين العباد ما بغى نعيش من الهناء قدو النيد وذرب حمد الآخر خليك زران لعلي الثورة عاية ما شاء الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله إيه وقل لها ذوي لا بس ندعو له. فأول حاجة لماذا ندرس السيرة وما حاجتنا إلى السيرة أنها هي دين الإسلام. فمن أراد أن يتعرف على الإسلام أو يعرف الناس بالإسلام فليرشدهم إلى قراءة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وذو الصح. هي السيرة الوحيدة يا الأنبياء يا غير الأنبياء التي اتسمت بصفات ماشي قلة نادر ما تجتمع في سيرة أحد نبينا غير نبي
قضية الدقة، قضية الشمول، وقضية إحاطتها بكل جوانب الحياة وتفاصيلها. أقد حكوم النبي صلى الله عليه وسلم يسمع من سمطوتي سيك دحكوم. أقديني غم كيك تجر قبر رض العيبة ذاك دحكوم. أقديني غم كيك تعمل الجاريس أقديني غم. أم كيك تربي الدرياس أقد حكوم. أم كيك تقابل عذونيس أقديني غم. أخلاقه في الحرب أخلاقه في السلم أقد حكوم. النبي صلى الله عليه وسلم قاضي من كيك حكم قر مدن أقد حكوم. والنبي عليه الصلاة والسلام ولي أمر ذي الحاكم من كيك حكم كان يسوس الناس أقد حكوم. والنبي صلى الله عليه وسلم إمام من كيك تزلص مدن نغم كذا أقد حكوم. يعني السيرة الوحيدة الفريدة بين كل السير، سيرة الأنبياء وغير الأنبياء، التي تعلم بهذا التفاصيل، بهذا الدقة والشمول والإحاطة والتفاصيل. يا سبحان الله. وانت بغيت حتى المعاصرين، حتى المعاصر نقل غزيه روح الأنبياء، روح بعد الأنبياء كي ممن عرف مثلا عند اليونان، روح أفلاطون، روح سقراط، روح هتلر ورسل، بل حتى العصريين روح هتلر لينين ستالين، دايما فجوات في سيرتهم وحياتهم. لنت الحواج تكي تمقر الحلقات المفقودة بالصح. أما النبي صلى الله عليه وسلم من صغاره قبل الديلال ما اسمي الديلول، بعد مي الديلول 6 سنين داش يقتران عندك تروح همكي التاجر منيك جوج حال الدريا يمكانيك روح منيك قوبل داش يقسن داش يقسنارة. يا سبحان الله. ولهذا شرط من شروط القدوة باش تعطيونك قدوة إلا قد سنتك الحواجينس إلا قصيرين سكيين يعني تستحضرها بين عينيك، لأنه باش تعلقك هذا ليكزومبلينو على المغرب الرجولية من الفحولة القراية من الدين الصفاء من النقاء سنع كل شيء في اللاس باش تقلغة الرب ضد القدوين وذ المثال ما لها هذا الشروط التي يشترطها علماء التربية. يعني ما شروط القدوة والمثال كلها تمثلت وتوفرت وتحققت في سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أكيد من رئيس النوال نغي ديني كرميس كان دين النغ دين النغ دين النغ. هذه بشهادة غير المسلمين مونتي قمري واطي ذئن ريدي كاسريني في كتبهم حول النبي عليه الصلاة والسلام حتى كارليل قرنك يعني حقيقة تنتهي دين الواحد يقزمر يون بنادم ذي حكم في اللاس مايكل هارتي ويخذنك الكتاب 100 الخالدون يعني مهني الصنف كان وإذا مزور ويسين ويثلاثة أم ككي لأنه قراف اللسان لأنه يحوف المين ذين كل شيء سعد فوق غربان. فهي السير الوحيدة التي تتوفر فيها شروط القدوة لمن أراد أن يتخذ له قدوة، فهي سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، فما أحوجنا إلى سيرته. والأمر الرابع، ربي سبحانه وتعالى لما أرسله إلينا وبعثه إلينا إيوش يخدشيا ليكون لنا قدوة صح، لنسمع قوله ونصدق خبره ونطيع أمره وننتهي عن نهيه وزجره. سيغيد الفيدة، سيغيد الفيدة. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذنه. أم يراه تستوعد كشي ما زالوا الصين ثاران أرقازي وثعلم ثاران ذمنهوث وزري ثاران ذاش يدينا فاشي قوصان. أم يراه تستوعد أنك راح تستوعب. فتمام الطاعة وتمام الامتثال وتمام الخضوع لقوله واتباعه وطاعته مبنية على كمال الإحاطة بتفاصيل حياته واستقراء أقواله وأفعاله. فبالمحال يكمل أحد في إيمانه، بالمحال يكمل أحد في إيمانه ما إلا ما لو كان الصينية النبي غي محمد صلى الله عليه وسلم وشو من الوقت يقول له هذا شو ستران هذا شو كذا. بالمحال أكد نوم الصغراء محال، على قدر تشبثنا بسيرته وعلى قدر معرفتنا بها ازداد حبنا له ويكمل إيماننا فيه، ويكمل إيماننا فيه. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم حديث جبريل اسمي ديش يا ربي سبحانه وتعالى جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم يدي قرع عمر بن الخطاب في الحديث بينما نحن جلوس عند رسول الله ذات يومين اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد. الحديث
حتى جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسند ركبته إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أم كيش شهدت شي محمد الرسول صلى الله عليه وسلم وقت من قطر وقت زريطر وقت عشر ذيدس، شهدت أنه رسول من عند الله وأنه نبي صادق في نبوته. لما درست سيرته ولما فحص الكلام الذي جاء به وقاله وحي من الله سوينا غيث منطل نبيقي قلا، فسيرته لا يستغنى عنها، وقلنا دراستها هي من الضرورة بمكان خاصة قزمانية على مغمد النير قزمانية من لا ينزيوني قبعنا دينا شيخ وشي دنيت قزمانية. أقول قزمانية لأننا عصر هذا الذي نعيشه لم يمر قطعا المسلمين والإسلام كمثله. الحياة هي الإسلام قمدش يا ربي من بين الأمية وريع الدم فلان قزمانش قزمانية قشين الله أرى أي كلها. كل العلماء قالوا هذا الكلام. فتن عوجاء، ابتلاءات وامتحان، عواصف أريد منها أن تسلخ المسلم من دينه وقيمه ومبادئه. أنذ روحك أكتد تيرم شبهة أكن بشك تشكن قد دينك حتى يشككون في دينك، حتى يشككوك في دينك. فلهذا ما السيم ولا شك الحاجة ما كلمت لك قشر نتبع النبي صلى الله عليه وسلم أسمي قهضر في زماني قشيد الله قال: الماسك يومها بدينه أجره أجر 50 منكم. اهضر الصحابة رضوا الله عليهم. إن يا سد يا سواس الإسلام ذا غريب، إن دسني ونك تفنق الدينيس ونك قوان الإيمانيس، إن ظريب من الله جرائي سعو الله شحال اليوم، إن دزل 50 منكم من الصحابة. الله أكبر، 50 صحابي ناسك يا رسول الله. قال: لكم على الحق أنصار وليس لهم على الحق أنصار، وليس لكم لكم على الحق أنصار وليس لهم على الحق أنصار. وذا غريب الدين يا نظري عاشوا قيم قيم الفاصلة ينس كان كي مازال السليل آذر مازال كذا. ذا غريب، ذا غريب ماشي زعما من دار روحنا كان الحاجة مزورة ديك تروح بنادم. ذا غريب فينا نكني داشي تنسن داشي نسن الدينية وين نسن كزيز داشي نخدم. وذا غريب حتى في مجتمعنا في ديارنا في أخلاقنا في معاملاتنا وفي حكمه لنا وفي حكمنا به، ذا غريب كل شيء. فلهذا ما السيء ما أحوج المسلم هذه السين سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وذيك ملكة يتشبث بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام وهي البلسم والله غدوة غشفك زمان الفتن من زمان قشين الله. نحتاج إلى سيرته في أيامنا والحاجة إليها فوق كل حاجة. من جهة ماذا؟ نعم، من جهة أننا هذا السيرة علمتنا طوق النجاة وطريقه ومسلكه، علمتنا طريق النجاة ومسلكه. شحال من فتنة وشحال من مشكل أيام مسألة أيام اسمي ديكش من كورونا الكونفين معين كني ماشي نغريب في اللانة وينيك قران سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وينيك قربنا كم الدين وينيك زاند شدنا ربي وينيك عاشنا كسيرة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم شي غي ذقذي شي غي نوصف لسن بيغي الناد الصحابة طبقنت ذقذي. فسبحان الله وكأنه إشارة أنه غي وقث بالله في الله نثور الفتنة غرد يغلي نغلب لا غرد يطرون الخيط ينس نجده في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، نجده في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. تمام الشيخ بعد تصيني طرم قرر لا فيزيك لا لما تخاطب الدنيا غارك أبدا أني غدك أكون دنيا غوشو الدنيا غارك. يحكى القصة ذكرها الشيخ أبو الحسن الندوي في كتابه السيرة النبوية أن طلبة متمدرسين كرالي زيتيديو قراها كل يوم داشي لا سبيسياليتي نس ارادوا ان يسلوا على انفسهم اذفغنا كاين في ليكسكيرسيون ناس الى قندوها كشويه قلب حار ندوها كغزراون
فالبحر امكرا روحنا الا وين يخدم الخدمه هي ميس عامل بابوره كذا مزيان المجداف يتاوي ثنك يغلار جه هذه الدوزي سنك وكذا قلن وود والليل. قال فبينما هم معه وحيد ويمهني وين كذا حسن البحر فساله احد التلاميذ فقال له يا عمي اعمي ادرست الرياضيات؟ قال لا ولم اسمع بها من قبل. شو ذا لي ماتيماتيكا اذا شو انت اول مره اسال هذا شو الماتيك؟ فضحك. وقال له الاخر يا عمي ادرست الفيزياء؟ قال هو علم شخص ام ماذا؟ فضحك. وقال له الثالث اكيد انك درست التاريخ والجغرافيا او يبان موث قرات راك شي لي ماتيماتيك اللي في الفيزيك يبان قرات لي استوار جيو إنس استوار جيو ناس ذا شو يعني ذا شو دم كان يغدر تمر. فضحكوا. قال فإذا بالبحر يهيج ورياح عوجاء الله أكبر فإذا بالسفينة ترتج بهم. أيوة. قال من قرأ منكم الآن؟ ننس ذا شو من ليس الكنتورة من اسم منه ننس ذا شو سلمت عمومنا سلام أول مرة من نركب الناس اسمي كنت أني قصي نغار المد الفيزيك تنمي ضاع نصف عمرك يا عمي ما لسا يكون ديني ضاع عمركم كله ضاع عمركم كله هذا تقرا مثلا توطم سلي دكتورة سلي بروفيسورة كيق الفتنة قلب لا مدن وفارة داش يتخذ بمكان هندس القراية يا مي يعني القراية ميلاق بصح إلا قد تنفع وثمرة القراية هي وسيلة في حد ذاتها إلى غاية غاية بنادم هذي خدم ليستعين عم رزق الدنيا هذي عيش قلهنا هذي قربك أيام الخير والغرس هذي سنفعك إما نسوة سنفع المد النسيس سيد الغاية القراية. فهذا الحلول هذا الحلول تجدها منمقة مختصرة مختزلة مبهات في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ولنا من التاريخ شواهد كثيرة عن ذلك. أسميتكش من المغول غذمورين سلمان العلماء اسمي في الدم لأنهم جيش جرار آلاف المؤلفة والعباد قلهم قلوبهم قاسية تتن البشر يعني ماشي العباد. فأرتاب المسلمون وانتابهم الخوف ماشي حاجة سهلة أيام تورا مكة قرنك لا الميسيل إلا النووين إلا كذا يقدر ربي ما عدا ويبغى عندك شو مثمر ثيا داشو من علم مسعى المسعى النووي من نقيم ان نفرج وننقل غريف ابدا اذكر العلماء انا غتسمكثين غزوه احد غزوه بدر 300 واش غول في شي امسي حاجه غتسمكثين غزوه الخندق دور عندك المدينه والصحابه رفنا داش رجال اسمع علما انه ماشي كان كذا القوه نغض العلم نغض الذكاء يدي سوين النصب ملع علماؤنا في الشدة والمحن أذكرناك يشحذون همتنا أزرع زينة والأمل أتسكر النشوة أن الشجاعة فينا أنقل أنزف في الأزمة ونقابل عدو سولاش أكني قبل الجدود أنه عدوني كذا ألمي غقل أنه من تأثروا بفكرهم شكا قرناك أولا وغيرا أنكني استقل الجدود نغدي والاستقلال أو إذا أنت تغدي في كان الاستقلال إيه نعم لأنه غيواش لأنه تربنا في الدينيين نظرتهم للتاريخ والواقع نظرة مادية الحادية علمانية كي نومان إلى ربي سبحانه إذا قرام نومان أنه ربي منان إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده معالم النجاة ومعالم النصر إذ كرخ انتدى ربي القرآن بالسنة ونكتم نرس وكا وإن هذا الصح السنة تذن دشي سعى لميسيلة تذن دشي سعى نسومارا أو هيدين يعني كان كذا غيماني هي نفسه هي هذه السيرة هي الملسم هي الحل هي النجاة مريب غبنات ما كان قطلامي قلاه والأرض سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مرضي يفعل عظيم حاجتنا للسيرة كذلك تكمن في أن هذه السيرة جاءت لتغرس فينا مبدأ ونوثي فيهم نارا الأذن عايز. والله ما سعد شاكون خدمة سيئا أخسم حمكان الصوت
قلت حاجتنا إلى السيرة، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في أيامنا هذه وفي مثل ما نعيشه من ملاهمات أعظم من كل ضرورة. سيرة النبي عليه الصلاة والسلام جاءت لتغرس فينا مبدأ، ألا وهو: أيها الإنسان، إنك سيد، مش أنت سيد الكون، إنك سيد في الكون، إنك سيد في الكون ولست سيد الكون، وقيمتك عظيمة بشرط، بشرط أن تعلق كل ما تصل إليه أو تريد تحقيقه بمن خلقك، وألا تنسى الغاية من وجودك. من سعدام الاشتراكية، من سعدام رأس المالية، من سعدام الحداثة، من سعدام عصر التنوير، من سعدام السوق الحر، من سعدام تلك، من سعدام المثالية، من سعدام الوضعية، من سعدام تون جيدة شر سعدها، كلها باءت بالفشل. إيوش، لأن نطاق بحثها وحدود ومجالها المادة كان واحد الجثان بناثم. سيرة النبي عليه الصلاة والسلام جاءت لتعلمنا وتلقينا أننا ينبغي أن نتجاوز حدود الجسد. ودنا قد نويس الخبر أن حياة الناس وسعادتهم تحبس رك الجثان أيام تجيث كان كيام وودات صد وشاشر كبض الشهوات والنزوات والرغبات. بل أعظم من ذلك أن حياة السعادة على الحقيقة هي في سعادة هذا الروح والنفس التي بين جنبينا، هي في سعادة هذا الروح. وذي الصحة يخي العلم من الزار نسعيش دمدان لأنه إذاك مسكين تشاريث والله ريت عسى كان فند ديمو كان مسكين لحد يوي تشاريث بالصح ما شاء الله يفرح يسعد قلها نقل لا ما ويط نظر الطوموبيل التي يركبنا على الشيني قسعة نويدس الخبر ذا شي يخدمون على بالك حتى ذا شي قسعة قلكم. ولكن دائما القلقام إلى قد يزور كل سمانة البسيكولوجين والبسيكيات يقنس لي كاشيم يونوثي تحبين وره الضرد حاد إيه ذا شو المعنى؟ المعنى أن السعادة تجاوزت المادية والجسدية الجوف، السعادة شيء ثمز داخل. فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل فقال لمن كان معه: ماذا تقول في هذا؟ قال: يا رسول الله، هذا من أشراف الناس. قال: هذا حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. قال: ثم مر عليه رجل فقال لمن كان معه: وماذا تقول في هذا؟ قال: يا رسول الله، هذا من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع. فقال عليه الصلاة والسلام له إن هذا عند الله أفضل من ملء الأرض من هذا. ويتحقر تكتني تدوي ماشي حاجة معه ويبه يبقى ديني غوي ما نصغر بيه وتتساوي نشوف القاع كلا تشترد وذاك هي وتقابلنا رم ويغر بي سبحانه بالشم ذو الصلاح إيه في مش العبرة المادة نغل حاجة ما كيقش ولا. فهذا السيرة سيرة النبي عصم جاءت لتعلمنا هذا أن الحياة هي السعيدة وأن الراحة وأن طمأنينة القلب هي أغلى ما يملك العبد أو يصل إليه أو يحققه في الدنيا. وهذه تعست وشاقيت وتهدمت كل الإيديولوجيات والمذاهب الفكرية المعاصرة أن تحققها على وجه التمام والكمال. يا أخي تنظرت نانك سعان يوثن البومبا ولو كانت الشيعان أزق الله فريكا ذي روح واحد من ثلاث ايام كان كايما من لا ليكش ما على سيفيرات على بير مارشي يزرع باش حالي غا واحد 35 بركان يقرس نكيت ولا بلك نوني ولي كيد الحيوانات بلا قرض عيش ديدنا تأييد الحضاره تأييد القذاره ما وصلوا اليه ينظر مش نسبه الاجرام يقتروا غرغرس مثلا الامريكاني بل اعظم من ذلك 45 43 مليون امريكي ورسينار باباس ديماس 43 مليون امريكي ورعيمان باباس ديماس لانه مكرمك الله تعالى بالدريان من ولا هذه حضارة. فالسعادة أني غاكي تحوف المؤمن إيه واش تنتحر بزاف واش يخدمك الحواجة كلا تفهم لأجل هذا تزدي وتتسوى رغر وكل
حاجتنا إلى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام والشيء لا ينبغي يعني هنا في بالله أني غادي غلف أني غادي غطي ميتش سغربان يخدش تسعيشه المسجد الواحد تيارات وطوائف وفرق وكذا ياك وي كذا وي كذا وي كذا ويد الحق ذي ذي قلا ويد الحق ذي ذي قلا ويد بلك ويهين بلك ويهين وذاك مبتدعة وكذا يا ترى المشكلة في مسكسارة نرامي ما نسيرة النبي عليه الصلاة والسلام كفيلة هي المعيار الوحيد الذي ينبغي أن يوزن به وعليه كل عمل أو عقيدة أو موقف هي المعيار الوحيد الصحيح الصواب الذي أمرنا أن نزن به وعليه وأن نرد إليه كل عمل أو عقيدة أو موقف إلى وردين المسيح السيدات عند شدين النبي ولا شو ردينين ما لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام هي الكفيلة بأن نغتر كل حاجة مرهم كانيس أين يقول لنزي صدري استع في استع وين يتخذ من الصحة وين يقول لني فان الصواب الحق هذا الصواب الحق ما بعده إلا الضلال فسيرة النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح منها وما ثبت عنه هي الكفيلة بأن أتكسك الفرقة من أي قارين سلم الوهن سرك إن شاء الله غير الصواب غير وريد العالي فائدة السيرة أعظم من ذلك كله شيخي والصيع 10 دقائق وطهر فإن شاء الله باقي الكلمة سنجر اسمها الذي سدون أسأل الله عز وجل أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزدنا علما أسأله سبحانه أن يرزقنا حبه وحب نبيه صلى الله عليه وسلم وكل عمل يقربنا إلى حبه اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في جنات الخلد نسألك يا ربنا أن لا تجعلنا ممن سيقول النبي فيهم سحقا سحقا بأن بدلنا وغيرنا من سيرته آمين يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.